اهلا بكم مشاهدينا في فقره جديده من فقرات ذا دكتورز، ومكملين معاكم سلسله حلقات مهمه جدا جدا عن جراحات السمنه والسكر. ويمكن موضوع او مرض السمنه المفرطه ده من اكتر المواضيع اللي استهلكت اعلاميا، لدرجه ان مريض السمنه ما بقاش فاهم انا انهي عمليه تنفعلي، انا ينفعلي التكميم ولا التحويل ولا ثنائي التقسيم. وفي كده جروب من الناس او مجموعه من الناس افتكرت ان الموضوع باختيارهم هم، بالنظره بتاعتهم هم، شافوا مثلا قصه نجاح عمل التكميم عايزين يعملوا تكميم، والعكس مع كل العمليات. ففي ناس كتيرة بتقول هل الموضوع متوقف على خبره الجراح وخبره الطبيب، ولا انا ممكن ان انا اطلب من الدكتور ان انا عايز عمليه معينه وانا اللي شايف كمريض ان هي اللي تنفعني. النهارده احنا مش هنتكلم على كل العمليات ان جنرال، احنا هنركز على ممكن نقول عليها معيار النضج ومعيار الكمال لعمليات وجراحات السمنه والسكر، وهي ثنائي التقسيم. هنعرف مين من حضراتكم اللي ينفعوا ثنائي التقسيم، ايه ما النوعيه او بنقول الكواليتي اوف لايف اللي هيعيشها المريض ما بعد العمليه، رحله المتابعه، خبره الجراح ازاي هيقوم بالعمليه دي. ده اللي هنعرفه النهارده مع رائد جراحات السمنه والسكر في الوطن العربي استاذ دكتور ياسر عبد الرحيم، استاذ جراحات السمنه والسكر والمناظير والاورام بكليه الطب جامعه عين شمس، استاذ بقسم جراحه السمنه والسكر بكليه الطب جامعه عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنه IFSO، وعضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه. اهلا بيك يا دكتور ياسر، ومنور شاشه اكسترا نيوز. دايما ببقى سعيده جدا جدا بوجودك معانا يا دكتور في كل سيجمنت. ويمكن السؤال اللي احنا كنا بنتكلم فيه والموضوع اللي كنا بنتكلم فيه قبل الحلقه بتاعتنا هي معدلات الامان، ازاي جراحات السمنه دلوقتي نسب النجاح بتاعتها بتوصل ل 99%. في ناس كتيره لسه مش عارفه ايه بقى الفاكتورز اللي احنا بنتكلم عليها اللي وصلت نسبه النجاح للبرسنتج دي، كلمنا عنها يا دكتور. معدلات الامان زي ما قلت لحضرتك، يمكن انت سالتيني في مره في حلقه قلتي لي كلمنا عن الدباسه الذكيه. الدباسه الذكيه لعلمك انا معترض على دي. انا دايما بقول مش هتكلم عن الدباسه الذكيه، الدباسه الذكيه تنفع قوي الجراحين المبتدئين. اوكي. لكن الجراح الذكي يعني انا عايز مش الدباسه الذكيه، لا الجراح الذكي. طبعا طبعا الجراح الذكي، الجراح اللي هو مكرس حياته لجراحات السكر والسمنه، لان عمر ما ابدا الادوات دي مهمه جدا جدا جدا. هي عنصر من عناصر النجاح. لكن القائد اللي بيستخدم الادوات، زي بقى ما اجي اقول لك ايه الجندي في المعركه اللي بيستخدم السلاح، مهم قوي يكون السلاح متقدم، ولكن يبقى القائد والجندي اللي بيستخدم السلاح بطريقه صح. فدي مهمه جدا. عايزين نقول لو هنقول ان اهم حاجه في المنظومه هي الجراح الذكي وليس الدباسه الذكيه. دايما يا دكتور ياسر كل مره بتتكلم على كل عمليه وبنتفرج عليها بحس ان انت بتتغزل في العمليه، عندك شغف معين تجاه كل عمليه زي ما يكون ولادك، يعني كل واحد تتكلم عليه كانه حاجه مهمه جدا جدا علشان المرضى. ويمكن ده السبب ان الحمله القوميه لسه مستمره لحد دلوقتي، ان في جزء كبير جدا هو شغف لهذا لهذه النوعيه من العمليات وللمرضى كمان، ونوعيه الحياه اللي المرضى يعيشوها ما بعد العمليه. ليه بقى؟ لان بالظبط، لان انا بقول لحضرتك اما نقدر نوصل بعملياتنا لدرجات امان 99.5%، طبعا نتيجه ان الجراح يكون جراح خبير، مستشفى مجهزه على اعلى مستوى. تمام. يعني انا ما بشتغلش غير في مستشفى واحده مجهزه على اعلى مستوى. اوكي. رقم اتنين دكتور تخدير، دي اهم حاجه في المنظومه، دكتور التخدير اللي بينيم العيان ويصحيه بالظبط، او يفوز زي ما حضرتك بتقولي. التقدم في ادويه التخدير النهارده، بقول لك عندنا انبول بنديه للعيانين اللي اوزانهم عاليه بيخلي العيان بعد عمليه بثلاث دقائق، حاجه سحريه بيكلمك. احنا شفنا قبل كده ريبورت استاذ حماده بعد 8 ساعات فاق وبيتكلم وكان متعايش جدا، كان وزنه 285 كيلو بالظبط. فانبول كده بنديه بيفوق العيان كانه ما عملش العمليه، وبياخد نفس كويس جدا جدا جدا. العنايه بتاع المريض ما بعد العمليه، الجزء المهم برضه اختيار نوع العملية، هنعمله تكميم ولا تحويل مسار مصغر معدل مؤمن ولا هنعمل ثنائي التقسيم. انا عايزة ادي ثنائي التقسيم بقى حقها في الفقرة دي، عشان احنا كل مرة بنظلمها وما بنتكلمش عليها كفاية. ثنائي التقسيم يا دكتور ياسر تنفع لمين بداية كده؟ ثنائي التقسيم انا دايما زي بقول عليها هي ضرة عمليات السمنة، وهي معيار النضج والفخار لعمليات السمنة، لان هي تجمع العمليتين معا، تجمع التكميم
مع تحويل المسار وبتدي تأثيرات الاتنين وتتفادى عيوب الاتنين وبنسب أمان 99.5%. شوف أنا قلت بعمل اسمها تكميم مع تحويل مسار ثنائي التقسيم، فهي تجمع العمليتين وتجمع تأثيرات الاتنين وتجمع مميزات الاتنين وتتفادى عيوب الاتنين وبدرجة أمان 99.5%. طب المفاجأة بقى التانية أنها تفاجئ، أنها تناسب جميع الشرائح. بمعنى احنا قلنا ايه؟ لو انا عنده 20-30 كيلو زيادة والعين عنده ارتجاع في المريء وبيحب السكريات ما ينفعلوش تكميم، ينفع له تحويل المسار. طب العيان اللي هو عنده الارتجاع في المريء او بيحب السكريات وعنده السكر ينفع له تحويل المسار. طب دي تنفع مين؟ تنفع كل دول، تنفع كل دول، تنفع كل دول. يعني لو انا عنده سمنة 20-30 كيلو زيادة تناسبه، عنده ارتجاع في المريء تناسبه، ما عندوش ارتجاع في المريء تناسبه، ما عندوش السكر تناسبه، عنده السكر تناسبه. فهي عملية يعني هي زي ما قلت لحضرتك هي ضرة عمليات جراحات السمنة والسكر. طب ده شكلها بقى ايه؟ من اعجابي بهذه العملية كنت يعني انا يمكن يعني خدت على عاتقي ان انا انشر العملية في الوطن العربي في الشرق الاوسط، وهي يمكن بتجرى بغزاره دلوقتي الحمد لله في مصر بعد ما حضرتك بدات اتكلمت عنها. بالظبط، الحمد لله بدا كل الجراحين نتيجه ثقه في العمليه ونتيجه يستخدموها، ويمكن اكثر دولتين في الوطن العربي بتجرى فيهم هذه العمليه دلوقتي في الوقت الحالي وبكل فخر في الامارات وفي مصر. وفي مصر اكثر دولتين في الوطن العربي، هي العمليه بدات اصلا في البرازيل وبعد كده دلوقتي في الامارات ومصر اكثر دولتين بيجروا هذه العمليه من فضل الله. قبل ما نتكلم بقى على الحمله القوميه والدور التوعوي، وقبل ما نتكلم على ازاي نشاطت كمان السياحه العلاجيه في مصر، عايزين برضو نوري مشاهدينا ازاي العمليه دي بتتم ستيب باي ستيب كده. اول ستيب ايه يا دكتور؟ بالظبط، اول حاجه احنا بنعمل تكميم معده. اول ما نخش البطن، طبعا بنخش البطن بالمنظار، مفيش فتح جراحي خالص. ممكن هنجيب الصوره بتاعتها دلوقتي ونشوف. احنا ما بنفتحش البطن، هي بتبقى ثلاث فتحات في جدار البطن كده، بنعملهم في اماكن مختفيه. ممكن حتى نعمل فتحه واحده ما فيش مشكله في الصوره. بعد كده لو بصيتي على الصوره كده، يمكن الصوره اللي على الشمال دي بتوري الصوره العمليه، واللي على اليمين بتشرح تاثير العمليه. لو بصيتها بنعمل تكميم معده، بنصغر المعده الاول، بنعمل تكميم معده، فانا كده كسبت عمليه التكميم. رقم اتنين، بروح جايب الامعاء على بعد 2 متر او 2 متر ونص من بدايتها، بتختلف برضه حسب كل مريض، واروح موصلها بالمعده. طيب انا لما عملت الوصله دي انا كده بستفيد ايه؟ بستفيد اربع حاجات. اولا الجزء اللي شلته من المعده بيقلل لي هرمون الجوع جدا جدا جدا، فحاسه الجوع بتقل. واقول لك برده مفاجاه تانية، هرمون الجوع اللي اسمه الجريلين اللي اتشال من قبه المعده ده على فكره مش بيقلل بس حاسه الجوع، لا ده بيعمل اربع حاجات. بيقلل حاسه الجوع، رقم اتنين بيزود وظائف البنكرياس، بيزود معدلات الحرق على الاقل 10 اضعاف، ويا ريت نثبت الصوره دي. وبعد كده كمان بيقلل الترسبات الدهنيه في الجسم. بعد كده المعده لما صغرت، العيان بياكل كميه اكل صغيره يحس بالشبع بسهوله، ودي تظبط الوزن والسكر. ان الاكل بيعدي ازاي بقى؟ بص الاكل بيمشي، احنا في سهمين. هي ليه سميت ثنائي التقسيم؟ لان الاكل ما بينزل المعده بينقسم على اليمين 80% وعلى الشمال حوالي 20%. الجزء لما بيمشي 80% بيبطل يمشي على الناحيه الشمال هي اول 2 متر، فده بيقلل امتصاص السكريات والدهون حوالي 75%، فظبط لي الوزن والسكر. نزول الاكل من المعده على الامعاء مباشره، اللي السهم اللي على الشمال ده اللي على اليمين قصدي اللي هي 80%، بيستحس الامعاء تطلع هرمونات اللي بتنشط البنكرياس اللي هي الجي ال بي والجي اي بي والجلوت والواي واي، فبتنشط البنكرياس وتشتغل كانها انسولين. فلو العيان عنده السكر يخف السكر باذن الله، بالذات سكر النوع الثاني طبعا. طب لو العيان ما عندوش سكر تقييم ان يجي له سكر، فهي علاج ووقايه. عنده السكر يخف السكر، ما عندوش سكر بتقييم ان هو يجي له السكر. الميزات العظيمه في العمليه دي انها قللت الضغط جوه المعده، فنسبه التسريب بقت تكاد تكون 0%. رقم اتنين الوضع التشريحي بتاع ربنا لم يتغير، اقدر عندي اعمل له منظار في اي وقت واوصل للمعده والامعاء والقناه المراريه. الحاجه الثانيه ان الامعاء بتاعت المريض كلها مفتوحه، فاذا نقص الفيتامينات هيبقى اقل كثيرا من عمليات تحويل المسار التقليديه، فيبقى اقل كثيرا في حاجه الفيتامينات للعين، الفيتامينات تبقى اقل كثيرا. فهي عمليه التي تناسب
الشريحة العظمى من المرضى، وزي ما قلت لحضرتك هي معيار نضج وفخار عمليات السمنة. دي حقيقة، ويمكن برضو علشان نقرب الصورة للناس أكتر ويفهموا أكتر ويشوفوا كمان رحلة وسكسس ستوري وقصة نجاح معانا، ريبورت مهم جدا جدا. هنطلع نشوف ونرجع مع بعض يا دكتور. مشاهدينا هنطلع نشوف ريبورت معاكم، ابقوا معنا. السلام عليكم. النهاردة هنشوف قصتين من قصص نجاح عملية تجميم مع تحويل مسار ثنائي التقسيم عندنا في المركز بتاعنا. الأول عندنا مدام سناء. مدام سناء لها قصة جميلة، إن هي كانت عندها مشكلة، إن كان عندها ركبتها الشمال بايظة وعايزة تغير مفصل ركبتها. دكتور العظم قال لها تخس الأول 30 كيلو على الأقل وبعدين تجي لك تعتمد لك المفصل، وعملنا لها العملية الحمد لله من سنة، وبعد كده خست ال 30 كيلو في خلال كام شهر بعد العملية، ورجعت للدكتور وعمل لها مفصل الركبة، والنهاردة هي الحمد لله جاية سعيدة ماشية على رجليها، كانت بتمشي تزق، والحمد لله النهاردة جاية تتابع متابعة روتينية. أما مدام سامية دي برضو قصة جميلة، كان عندها برضو وزن زيادة، وبعد كده مدام سامية كانت مشكلتها إن بدأ الوزن الزيادة يأثر على عضلة القلب، مش مجرد على صحتها بس، ظهرها ووجعها وركبها، لا، بدا القلب بدا يبقى فيه فشل في وظائف القلب وتضخم في القلب وزياده في ضغط الدم وعرضه للسكر. عملت عمليه ثنائي التقسيم ونزلت حوالي 47 او 50 كيلو بعدها في خلال سنه او اقل من سنه، والحمد لله المعجزه الربانيه اللي حصلت ان رجعت لدكتوره القلب، عملت لها اشعه صوتيه على القلب، القلب رجع لوضعه الطبيعي وظيفه رجعت طبيعيه. كله يعني هخليهم اديهم فرصه كل واحده تحكي حكايتها ببساطه شديده جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي سناء، انا جيت لدكتور علي ياسر وكان عندي مشكله في مفصل الركبه ركبتين، والدكتور ما عرفش يعمل لي عمليه المفصل عشان زياده الوزن. الحمد لله عملت ثنائي التقسيم وخسيت 30 كيلو خلال الشهور الاولى، والحمد لله رب العالمين صحتي كويسه جدا، وربنا يبارك لك يا دكتور ياسر. نعم. اسمي سمير وعامله ثنائي التقسيم من سنه، كان وزني ياما قوي زياده، ربنا يبارك دكتور ياسر وقف معانا وشجعنا. عملت العمليه بعد فتره صغيره، نزلت 50 كيلو. رحت لدكتوره القلب بكشف، كان عندي تضخم في القلب وعضله القلب كانت وحشه، قالت لي الحاله رجعت لطبيعتها والحمد لله رب العالمين بفضل ربنا ثم الدكتور ياسر، ربنا يبارك. شكرا وحمد لله على سلامتك وربنا يديكوا الصحه ان شاء الله. شكرا. رجعنا لكم تاني مشاهدينا بعد ما شفنا مع حضراتكم التقرير الرائع ده دكتور ياسر. يعني للناس اللي بتقول بقى انا عندي مشاكل في المفاصل ومشاكل في القلب وعندي باكج مشاكل قد كده، ده الرد عليهم. عقب لنا على الفيديو ده. بص، دولت الاثنين مرضى، دولت اثنين اخوات والاثنين دول من اسكندريه، هما الاثنين مرضى دول لهم قصه لطيفه قوي. دي بتوريك ازاي ان جراحات السمنه، ودول الاثنين تحديدا الاثنين عاملين ثنائي التقسيم، بتفيد المرضى في حاجات اخرى في الطب. بمعنى يعني العينه الاولى جات لي دكتور ياسر، كان هي عندها التهابات في مفصل الركبه، والالتهابات دي بوظت لها المفصل تماما. اوكي. بقى المفصل ده محتاج تغيير. راحت لجراح العظم قال لها حضرتك لازم تنزلي 30 كيلو اوكي عشان اقدر احط لك المفصل، لان المفصل ما يستحملش وزنك ده، المفصل الصناعي لو حطيناه مش هيستحمل الوزن الكبير، فشرط انك تنزلي 30 كيلو عشان تعملي المفصل. الست قعدت تعمل انظمه غذائيه ورياضه، ما نزلتش لاي حاجه خالص، وبعدين هتعمل رياضه ازاي اذا كان ركبتها بايظه فيها مشكله طبعا. عملت لها ثنائي التقسيم، نزلت ال 30 كيلو خلال كام شهر بعد العمليه، رجعت عملت المفصل الصناعي، وكانت جايه لي ماشيه على رجلها بتجري قدامي في العياده، فانا طبعا كنت سعيد انها كانت سعيده جدا. تاني كيس بقى يا دكتور، مشكله في القلب. بالظبط. التانيه كانت مشكلتها اكبر بكتير، ان العيانه كان بدا يحصل عندها فشل في وظائف القلب. وظائف القلب نزلت اقل من 45%. وظائف القلب يعني جايه في مرحله متدهوره جدا. 45%. لان وبقى الوزن الزياده ده حمل تقيل على القلب. فالدكتور القلب قال لها حضرتك مش هينفع تعيشي بالوزن ده مع القلب التعبان ده. هذه السيده
حصل فيها معجزه الهيه. احنا يعني احنا اسباب، ولكن انا بقولها مش معجزه جراحيه، هي معجزه الهيه طبعا. ولله المثل الاعلى. ايه اللي حصل؟ هذه العيانه جت، فطبعا كان في مشكله كبيره جدا انك تبنج عيانه بوظائف قلب اقل من 45%، ولكن من فضل الله ربنا كرمنا وقبلنا التحدي، والعيانه اتبنجت وعملنا لها ثنائي التقسيم. اقسم لك بالله انا ما خرجتش، راحت على الرعايه المركزه. احنا طبعا كنا واخدين منها كونسنت او يعني موافقه ان وظائف القلب بتاعتك قليله. هي عارفه ان عندها مشاكل معينه طبعا، هي جايه هتعملها عشان دكتور القلب قال لها مش هتعرفي تعيشي كده بالسمنه دي، ده لود على القلب. القلب بتاعك مثلا ربنا خلقه يضخ الدم ل 70 كيلو، انت بيضخ الدم عندك ل 120 كيلو، فال 50 كيلو الزياده دي القلب بتاعك مش قادر يستحملهم، هدك شيليهم، لود كبير عليها، لود كبير. فقلنا لها احتمال تخش رعايه مركزه ان وظائف القلب عندك قليله. فالست مضت على الاقرار ووافقت، ومن فضل الله تبارك وتعالى حتى ما احتاجتش تخش الرعايه المركزه، وخلال سنه بعد العمليه نزل ال 50 كيلو الزياده، والست بقى وزنها طبيعي. المعجزه الربانيه ايه بقى؟ لما عملنا اشعه صوتيه على القلب وظائف القلب رجعت طبيعيه. سبحان الله. هو احنا كان اقصى حلمنا ايه؟ تفضل زي ما هي 45 بس نقلل اللود او الحمل على القلب التعبان. لكن اتفاجئنا ان بعد ما شلنا الحمل من على القلب، عارفه واحد حط شوايه ال 50 كيلو على ظهره فواقف ظهره متني كده ومحني قدامك، فاول ما شلت الشوال احنا قلنا على الاقل ما يزيدش انحنائه لان الراجل فرد ظهره. فاهم قصدي؟ فدي من الحالات اللي انا كنت سعيد بيها جدا ان حتى يعني الدكتور القلب اللي بيتابعها اتفاجئ اكيد بحاجه زي كده. طبعا كلمني شكرني جدا، قال لي وبعت لي الايكو او الاشعه الصوتيه بتاعتها، القلب رجع طبيعي. عشان احنا دايما بنقول جراحات السمنه والسكر هي منقذه لحياه المريض، هي بتغير له حياته بالكامل. ودايما برضو معروف عن حضرتك يا دكتور ياسر ان دايما بتقبل الحالات المستعصيه جدا، الحالات الصعبه اللي يمكن جراحين كتير هيخافوا ان هم يقبلوها او يقبلوا التحدي او ان هم يقوموا بالعمليات دي. ليه ما بتبقاش خايف يا دكتور ياسر من أو اول حاجه وقبل اي حاجه ثقه في الله تبارك وتعالى. يعني دايما اقول للمرضى بص احنا يعني انت عندك مشكله في القلب، عندك مشكله في الكلى، عندك مشكله في كذا، حضرتك اي جراح يرفض يعمل لك العمليه، العمليه فعلا لها خطوره، حضرتك انت موافق تاخد الخطوره؟ على مسؤوليتك بقى. على واقول له ربنا مش يكسفنا انا وانت، يعني اقول له انا وانت على الله، انا اوعدك اعمل لك عمليه في اعظم مستشفى باعظم دكتور تخدير باحدث تقنيه باحدث اجهزه، فاهم قصدي؟ في اقل وقت ممكن في اوضه العمليات عشان ما نعملش حمل على القلب بتاعك او الكلى او كذا. وبعد كده سيبك من الاقرارات اللي بتمضيها، سيب الاقرارات دي حاجات قانونيه، اقول له بس الاهم ايه قدام ربنا؟ انا اوعدك هقف في ظهرك وقفه اخ مع اخوه، وانا وانت ندعي ان ربنا يكرمنا. فالفضل لله تبارك وتعالى هو اللي بيكرمنا في الحالات دي، لان ربنا بيبقى فضله عليا انا والمريض مع بعض. دايما الشغف بتاع حضرتك يا دكتور دايما بنقول بينسباير ناس كتيره جدا او بيلهم ناس كتيره جدا، ويمكن ده السبب الاساسي اللي مخلي حضرتك مكمل الحمله القوميه لحد دلوقتي. احنا شفنا كميه سكسس ستوريز وقصص نجاح، يمكن الناس متفاجئه ان في حاجه زي كده يعني موجوده في مصر وعلى ارض مصريه، وعندنا التكنولوجيا وعندنا الجراح الماهر. كلمنا السبب الاساسي انك حريص ان الحمله تكمل لحد يومنا هذا. بصي احنا الحمله القوميه بتاعتنا الحمد لله مستمره، بنعمل العمليات باسعار تكاد تكون اسعار التكلفه لكل الناس من جميع انحاء العالم. طبعا مصر فوق راسنا، جميع الدول العربيه، يمكن عرضنا لكم قبل كده ريبورت، ناس جالنا من اوروبا، من ناس جالنا من افريقيا، وناس جالنا من الدول العربيه طبعا طبعا يعني. ويمكن يعني انا بحيي من هنا دوله العراق، بس اشمعنى بقى العراق؟ حاجه غريبه جدا الحمد لله، بيني وبين العراقيين كيمياء غريبه جدا، انا تقريبا بقى نص شغلي عراقيين. طبعا عندنا ناس من السعوديه ومن اليمن ومن ليبيا ومن الكويت ومن كل الدول الشرقية، ولكن اكتر دوله العراق الحقيقه، العراقيين عندي ربنا يكرمهم. وعشان كده الحمد لله الحمله بتاعتنا ساعدت انها تقدم العمليات باسعار مناسبه جدا 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 لاخواننا في مصر والدول العربيه والاجنبيه حتى. رقم اتنين ان احنا نقدر نقف جنب الناس في محنه السمنه والسكر، انا بعتبر السمنه والسكر هي محنه، فلو قدرنا نقف معاه يمكن ربنا يعني من فرج عن اخوه كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه، فانا بعتبر عندها في كربه من كرب الدنيا. فاحنا بنقدم العمليات باسعار مناسبه جدا جدا باحدث التكنولوجيا باحدث التقنيات، وده دين علينا ليهم، واوعدهم ان شاء الله
انها لن تتوقف باذن الله تعالى. كلنا فخر ان حضرتك موجود معانا النهارده في الاستوديو يا دكتور. انا بشكرك لوقتك وبشكرك لحضورك معانا. شكرا جزيلا. متشكر جدا. انا شرف لي ان ابقى مع حضرتك دايما. الشرف كله ليا يا دكتور. بشكر استاذ دكتور ياسر عبد الرحيم استاذ جراحات السمنه والسكر والمناظير والاورام بكليه الطب جامعه عين شمس، استاذ بقسم جراحه السمنه والسكر بكليه الطب جامعه عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنه IFSO، وعضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا. اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.